ضيفنا اليوم الفنان سفيان الزايدي باش نحكيو على جديد اغنيه اسمها 5 سنين موجود على شين يوتيوب نتاعو تنجموا تدخلوا تكتشفوها وتشوفوا زاد الكليب. مرحبا بك سفيان ومبروك الاغنيه الجديده. يعيشك. مرحبا صلاح. يبارك فيك. ساعه قبل كل شيء عيدك مبروك. الكل اللي قاعدين لهنا ونشوف فيكم لهنا في البلاتو راديو موزايك. تحيه للي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالخير والبركه. وبالمناسبه هذايا قلت هو عيد هي فرحه. جي لانسي الكليب والغناية جديدة اللي هي كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي والحان وتوزيع أمين القلسي إخراج لمجة دقيقة الكليب مغنى لادي جلاسي. نسلم عليهم الكل. باش نبداو من الكليب. احنا الغنية بعد شوية نسمعها ونكتشفها مع مستمعينا. باش نبداو مع الكليب. شفنا فيه جوين صيفي مش مستنسين معناها نراوك في الـ في الـ في المود هذا معناها كان مانيش غلط. صحيح صحيح. علاش الاختيار هذا؟ يمكن الغنية بيدها في حد ذاتها والارانجمون موسيكال معناها مودرن والريتميك يهزك هكا الحاجة فيستيف. دونك خيرنا حتى في التصور نتاع الكليب حاجة اللي ديكونتراكتي كاين لايف سيشن موسيقى معناها فيها الامبيونس مغربين اندلوز ميديترانيان مودرن كونتمبورين لكن ديما محافظ على الاداء واللون التونسي نتاعي. لكن في الغنية هذه بالذات ما سيتش جو الصحراوي هكا جو البدوي هكا في القويلة. وهي تواصل العمل عنده أكثر من 5 شهور. بدينا بمكتوب في أول يوم في شهر سيدي رمضان الفضيل وليلة النص خرجنا أغنية باب علي عزوز على طريقة الفيديو كليب. وتوا في غضون معنى 3 أشهر كل شهر قاعدين نخرجوا في عمل وهذا آخر انتجات اللي هي 5 سنين. باش تحافظ على الريتم هذا أنت قلت كل شهر كليب هو الريتم نعرف اللي هو ساعات يكون صعيب. مش ساعات هو صعيب جدا لعدة أسباب معناها ما غير ما ندخل فيها خاطر اش نعملوا 3 أيام نقعد نحكيو. أما تحاول أنك على الأقل تحافظ على الريتم هذا انه كل شهر يكون عندك جديد وتكون موجود باغنيه وبكليب ولا على الاقل حتى تكون عندك اغنيه مثلا تكون موجوده على شين يوتيوب. اي هو استراتيجيه هذه تكون على السنه هذه 2022 على خاطر عندي استوكاج نتاع اغاني فيهم المسجلين وفيهم المصورين ديجا لكن قاعد نصطاد في لو بون مومون. تختار التايمينغ الباهي كل شيء بالكتبه خاطر ربي يبقى علينا الستر وان شاء الله بلادنا تكون امنه صحيا وسياسيا باش نجم ونلقاو الظرف السانح تعرف عامين اللي تعدينا بهم شويه. دونك في العامين هذوك مستغليت الفرصه باش حضرت الاغاني نتاعي وصورتهم وقلت ما فيها باس وقت اللي انسان كي يدخل في ريتم نتاع ما تخكاش معناها مش بسهل باش تخرج يعني كل شهر اغنيه فما سويفي كامل سواء كان معناها في الجانب يعني التسويقي ولا في البارتي يعني نتاع الكوميونيكاسيون والناس زاد تتبع زاد تحاول في كل مره تستنى جديد نتاعك. وفما حتى التواصل في الكتابه الموسيقيه في استراتيجي ارتستيك لانه يعني نحاول انا من خلال تخصصي في الاغنيه التونسيه باش تكون حاجه متقدمه شويه في الاختيارات الفنيه فما تطوير اكثر فما اشتغال على نقله نوعيه في الكتابه الموسيقيه تكون متطوره شويه من الجانب الكلاسيك اللي يعرفوني فيه الناس القول المالوف ولا الجو الاندلسي. لكن زاد نحب تكون الموسيقى التونسية ما عندهاش حدود معناها تكون متواعة باش نجم تحاول في كل مرة تطور منها. بالضبط. ممتاز. بالنسبة للكليب مثلا فما هذا خيارات هي في الاخر لكن فما شكون يختار مثلا دي تيت دافيش يكونوا موجودين في الكليبات وانت تعرف خاطر كي نحكيو كليب توا ما عادش نحكيو على يتعدى في التلفزة ولا نحكيو على يوتيوب ونحكيو على ديفيو ونعرف انه لي تيت دافيش ساعات يجيبوا الفيو هذوما وساعات يستعينوا بممثلين ولا ممثلات يكونوا موجودين. انت في الثنية هذه يعني ماذا بيك يكون فما تيت دافيش موجود معاك في كليب تزيدك الحاجه تحسها معناها تنجم تكون مهمه ما لازمش تكون مسقطه بيان سور خاطر فما سينوبسيس وفما معناها كونسيبسيون. مثلا الكليب الاخراني ما يستدعاش ما يستحقش تدافيش على خاطر هي كاين لايف سيشن كاين سبيكتاكل حفله مي امبيونس معناها فيستيف. دونك مي اذا كان يستدعي الامر باش يكون فما اسم يعني معروف ينجم يزيد يقدم بالكليب مساحه فنيه مثلا فماش اسم هكا
تتمنى انك تلقى معاه ثنيه باش انه يكون موجود في كليب؟ شوف هما الممثلين جينيرالمون هما اللي باش تكون يعني الوسيله في الخرافه اللي باش تكون تكتب للكليب باش يمثل لك الدور هذاك. بيان سور واحد يطمح باش ويشرفني من الاسماء الكبيره من ممثلين ولا ممثلات يعني معروفين في البلاد وعندهم اسمهم. مثلا عندكش هكا حد في مخك؟ والله فتح الهداوي مثلا نحب برشا الكاريزما اللي عنده معناها يشرفني باش يكون موجود اذا كان كيما قلت القلق في المشروع معناها اي بيان ايفيدامون بالضبط. بي انت حكيت خاطر لايف ستيشن وقلت لي انت معناها شفنا لايف باند اللي معناها من جو المالوف اللي هو نحكيه مالوف فرقه كامله العدد يكون اكبر في العاده معناها والعازفين يكونوا اكثر. فمشيت لللايف باند اللي اخاف حتى في العدد والكل. لا هو العدد ما شاء الله فما سيكسيون تاع كويفر ساعه ثلاثه كويفر وعندك البارتي ريتميك الباتري والبيركسيون غيتار باس وغيتار الكتريك الكور يعني الماس نتاع ليكيب. لكن يمكن تحكي على التوجه الموسيقي سي با لو ميم بالضبط مش كيف كيف يعني الكونسيبت هذا نجم نشوفوك مثلا هكا في الجو هذا اكثر نتاع لي لايف باند خاطر برشا مثلا راهم في يبداو في لي لايف باند بعد نقاومت مثلا يعمل سهريه في سهريه خاصه في لاونج مثلا ولا يبدا موجود هكا في ما تعرف صيفي والدنيا انك تخرج تسهر. خليك دونك انا قاعد خليك نحب نعرف ثنيتي وين وين هززني معاك نحب نعرف ثنيتي وين ثنيتي. شوف هل سفيان زيدي معنى النجم الراوي نهار هو لايف باند كيما برشا من زملائك الفنانين ولا الفنانات فما دي لايف باند ويكون متسمي باللايف باند هذيك ويكون هو الكابيتان ديكيب نقولوا نحن. اي لا لا انا بالعكس ومش غريب عليا الشيء هذا بالعكس انا خذت تجارب عند سنوات حتى مع لي فرير مرايحي دون لو تون معناها خدمنا مع لايف باند العازفين المعروفين سيغ ليشيل انترناسيونال وخدمنا وقتها 2008 مهرجان كارتاج وخدمنا الحمامات وخدمنا عديد العروض حتى خارج حدود الوطن ودي جروب من اسبانيا ومن بلجيكا ومن امريكا دونك خدمنا حاجات عندي فكره على الامبيونس هذا. لكن في انتاجاتي يمكن الناس تعودت باش تسمع سفيان الزيدي في النمط الصوفي ولا في المالوف دونك اوتوماتيكمون يعني اللي باش ينفذ العمل هذا باش يكون فرقه ذات صبغه وتاريه باش تكون كمانجات باش تكون الاوركستر الكلاسيكي. توا الحقيقه نحب نكون موجود بالتصويره هذه على خاطر الموسيقى اللي نعمل فيها هي اللي تفرض علي بالضبط. الكليب من الاول نلقاو بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه. قداش دعم؟ قداش دعم كيما خاين الكل معناها فما مونطون ما عنديش مازلت ياخذوا في دعم كراني سالته ما غير ما ندخلوا في الارقام. اي هل هو مرضي بالنسبة ليك؟ لا 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 هو مساعد على الدعم. رد بالك يا أخي يقول دعم مش معناه هما باش يصرفوا عليك كل شيء. لا لا هو حتى منطق حتى دعم كلمة دعم في حد ذاتها هو جنرال مو واحد كيعاونك نجم يعاونك بشوية معناها اي هذيك أما ساعات فما معاونة من معاونة اسمعني معناها نجم مش ما قلتلكش أنا باش يصرف لك على كل شيء ولا باش يوفر لك دعم خيالي ولا حاجة أما فما دعم مرضي ساعات حتى لو يكون قليل وفما لي لا. هل الدعم هذا بالنسبه ليك انت مرضي لتطلعاتك على الاقل للشيء اللي تحب تعمله انت؟ لا لا مش مرضي بالكل وهي مساعده على الدعم ودير اول عمل في حياتي واول مره نقدم حاجه للدعم سواء كانت عرض ولا مشروع ولا اغنيه. مي كوم جاء ظرف نتاع الكوفيد وحتى الخيان اللي في الاداره ومشجعوني قالوا علاش ما تكونش فما اعمال موجوده من اشخاص بالحق عندهم وزن في الساحه. انا قلت لهم مالوريزمون وكانوا الاعمال المدعومه ما لا ريبيوتي يعني ديما في الاكل عملك المدعم ما اللي تلقاه باقل امكانيات سواء صوتا ولا صوره هاكا مساعده معناها الناس هاكا باش ينتج. وفي الوقت هذاك قلت بات يا هاني نقدم وبرشا فنانين الحقيقه زاد تشجعوا باش يقدموا اعمالهم ودعموهم. لكن نقول مساعده على الدعم الخاطر باش تحاول نوعا ما كيما نقولوا باش نصور في بلاصه غنيه نجم نصور على الاقل الغنيه ذيك ونجم نصور أكثر. اغنيه اخرى معناها فهمت بالضبط. ميري الماري الاغنيه تتكلف برشا صوتا فقط ديجا فما بيدجي معناها يعرفوا الخيان التصوير وبرشا تفاصيل اخرى بعد تدخل في التصوير والتسويق زاد راهو فما بيدجي زاد للكوميونيكاسيون يعني ما نحقروش معناها فما جوانب متعدده. لكن حاولت معناها نشارك بالعمل هذايا وقع زاد قبوله معناها حتى في قبوله بركة تم تتويج في حد حاجة بيه برشا. وانت قلت هذه أول مرة تطلب مساعدة على الدعم هل تتمنى أنه الدعم الجاي يكون على عرض كامل؟ بتصورك أنت بحاجة تحبها أنت خلينا نقول مثلا حلمة
هل هذه تدور في مخك الفكره ولا مش منطلق الدعم؟ انا نحكي عندي لا مش منطلق به نخليهم من الدعم عجل. ويني ورقه الدعم لا حاليا الدعم انت عرض معناه سفيان الزيتي حلمتك حاجه تكونترولها انت خاطر باش توري التوجه نتاعك ورؤيتك الفنيه، هل الفكره هذه موجوده ولو موجوده وقتاش؟ هي بالنسبه للعروض اللي نقدم فيها من قبل معناها ديما عندي كونسيبت نتاع سبيكتاكل، ونسمي لك عدد العروض اللي عملتها كما عرض رجال بلادي كان توجه بين اللون الصوفي واللون المالوف، عرض نسمات اندلسيه كنت حتى قدمت عروض خارج حدود الوطن، لكن الكونسيبت نتاع الموسيقى اللي نقدمها الكونسيبت اللي يعرفوني بين الناس اللي هي الموسيقى الكلاسيكيه المالوف الموشحات وبعض الاغاني الخاصه بيا اللي نقدمها في اخر العرض. العرض اللي نحب نخدمه هو كونسيبت اخر مختلف على النمط الكلاسيكي، لكن نحب نوظف فيه الانتاجات نتاعي الكل، معناها العرض 100% انتاج خاص بيا، فيه المزج بين التوظيف الالي الكلاسيكي يعني تنجم تلقى الكمانجا وتلقى الناي، لكن اللايف باند هو الاساس لانه نحب ننطلق من الموسيقى الالكترونيه من الموسيقى المتطوره، وهوني نحب زادة نتعدى البالي نتاع كونه الموسيقى الوترية متاعنا تكون كان في حدود هالعرض الثقافي بالضبط. اللي يتقدم في مسرح لي حب زاد الموسيقى متاعنا التونسية بالذات تكون متطورة وعلش لا توصل للأجيال الجديدة هكيك النجم ونخلط ونحكي، وحتى على السؤال اللي سألته لي في أول الحصة باش نخلط النجم ونقوله على برودوي في الديجيتال ينجم يعمل ديفيو ينجم يعمل ونجم يدور ويوصل للناس للناس، وخاصة الناس شكون الفئة العمرية الجديدة اللي هي اللي قاعدة تخلق في النومبر دو فيو من خلال يكون فيه لمسة معاصرة توتون غاردون ليدونتيتي نتاعنا. حكينا على العروض، ثم عرض الخامة مع درساف الحمديني كان كان بروجي وين ما بريفي وقتها 2020 بدينا نخدموا عليه، من بعد جات الكوفيد 2021 وكل واحد فينا اختص في الانتاجات الخاصة نتاعو، لكن ما يمنعش اللي في كل مناسبة فكرة انه يرجع موجودة. اي قدمنا احنا عرض في رمضان مع بعضنا ولو عرض خاص ماهوش عرض في اطار المهرجانات، لكن تجربتي مع الفنان القدير ونحيه بالمناسبه مع درساف الحمداني مش اول مره قدمنا في مهرجانات في صيف 2016 على ما اظن 2015 جوله اكثر من 6 او 7 عروض في مهرجانات كبيره، وين تم دعوتي في عرض انا ودرساف الا ونكونوا حاضرين حتى ولو بالانتاجات الخاصه بتاع كل واحد فينا معناها كومبوزي ان سبيكتاكل انصومبل. نكملوا في العروض، ثم العرض مع محمد علي كمون 24 عطر وحكيت قلت انه عاونك باش خرجت من رتابة المالوف بين الظفرين، وقلت انه في العرض هذا ما كانش فقط معناه غناء وموسيقى لكنه فرجه يعني فما حركه فما حريه في الاداء. حكي له هيدي ولا حكي له هيدي فما شكون حكي لي ما غير ما نسمي لي العصافر بزيد خاطر يسرقوا لي العصافر هكاك ونقعد بلاش دونك نوعا ما فما تحرر حاسين انه من مشاركتك في العرض هذا مع محمد علي كمون فما نوع من التحرر وخرجت يمكن من الصوره اللي بديت انت بها ولقيت روحك حر اكثر في المالوف. اي بالمالوف بلوتو بالمالوف لانه بالمالوف خلي نقولوا بغازرتك انت وفي شيخه اخرى وفي موند واخر مع محمد علي كمون ابسوليمون سي توت افي على خاطر يمكن الجوق قديم للمالوف يتقدم في إطار أو بتنفيذ معين وبصورة ذيك كمتاع الشيخ متاع المالوف اللي بالجبة والشاشية والعود العربي وكد الرتابة ذيك ما فماش فرجة ما فماش حتى اللي يجي يتفرج في الرشيدية ينجم ما يحلش عينيه ينجم هو يشد التليفون ويسمع بوذنه بركة ينجم يحس روحه كأنه تفرج على عرض مالوف موزيكا للوذنينك هو أنا هوني مع تحية للدكتور محمد علي كمون من خلال السبيكتاكل 24 بارفان ومن خلال سبيكتاكل صغير بدينا بيه اللي هو النوبة المعطرة واللي بعد وظفناه في العرض الكبير والتابلو هذا اللي هو التابلو أندلسي اللي يدوم قرابة 30 دقيقة. لقيت روحي يعني شيخ متاع مالوف لكن شيخ بطريقة أخرى شيخ وشيخ ممتاز مش الشيخ اللي قاعد بالكرسي الكرسي البرج العاجي بتاعه يتغني يتعزف ومش حركة لا نلقى روحي بالعكس نتحرك ونتفاعل مع كل مومون بتاع امبروفيزاسيون مع سواء زياد زويري بالفيولون مع العزف القانون مع محمد علي افيك لو بيانو ومع ميمه المناعي في الكوريغرافي في التابلو في المومون الاخراني الخلاعة تعجبني ونلقى روحي معناها نعمل في هكا كوريغرافي امباغالي
مع أميمة ونحاول ننسجم مع النص، وهذا كل خلق لي تصويرة اللي أنا حسيت اللي كون المألوف بالحق ينجم يخلق فرجة، يخلق ديناميكية وحركية في الركع. وذاك علاش التوى معناها وجودي في 24 بارفان مالوغوزمون اللي مانيش قاعد نشوف فيها في المهرجانات الكبيرة 24 بارفان، وهذه نقطة استفهام كبيرة علاش كان مبرمج في مهرجان بنزرت ودقيقة 90 بقى يعني شطبوا ما نعرفش علاش. وهذه طرحوا لجنة ونعرفوا بعض هو حاجات نجموا نحكيوا فيها. سفيان الزايدي ضيفنا اليوم، أغنيتك خمس سنين نسمعوها ونرجع ونكمل معك الحوار ونحكيوا بأكثر تفاصيل. هذه خمس سنين سفيان الزايدي، خمس سنين احنا نكملوا في الحوار نتاعنا. كورنيش مع صلاح الدين الساكوحي كل يوم الاثنين الجمعة من 8 ل 10 نتاع الليل. كملين معكم 58 دقيقة باش نحكيوا أكثر على كلمات الأغنية. سفيان الزايدي ضيف اليوم، أول جملة عندي خمس سنين الراجي. فاش بالضبط؟ في برشا حاجات كيما هي أقول لك حاجة والله من الترائف، معناها الغناء عمرها خمسة سنين. نهارت اللي سجلت التيموا سيتي ان 2017، وقعدنا كل مرة نختاروا كونسيبسيون متاع أرانجمان متاع توزيع متاع، وحتى وقتها ما كانتش عندي الفكرة باش نقوم بالتصوير والكليبات ما كانتش متاحة ماديا سورتو. من بعد قلت اي تيان، حتى نهارت اللي خممنا باش نخرجوه وليت خمسة سنين بالنسبة لينا اون فيغتي للغنية ذي. عندي خمسة سنين ان راجي ننشد علي مشامة ولا خايف والله يبطع لاجي وكان نلقى هالقلب نسلة. حكاية خرافة متاع انسان معناها يستنى يترجى في حبيبته، في ينجم يكون حتى مش بالضرورة سوجي معناها انسان يترجى في حبيبته. انا قلت لك سفيان شكون يترجى؟ الثاني نجم يترجى برشا حاجات. انا نترجى من روحي اللي نكون في المستوى التطلعات اللي قاعد نخمم في الثنيه اللي نحب نوصل لها ان شاء الله. مش خمسة سنين برك، انا عندي سنين وسنين نستنى وقاعد نشتغل ونخدم في خدمه معناها بشويه بشويه معناها بتدرج بمراحل بثبات زيادة. الحقيقة جو سوي با لو جونغ اللي نغامر وندخل في هكا اكسبيريونس ونخاف من المغامرات الكبيرة، نقول تيا سا فياندغا لو جور اللي واحد يبدا فيغ في المرتبة اللي هو فيها. 31 اكتوبر 2020 هو الدات اللي هبطت فيه اغنيتك علي ناسيني. وي اللي هي اكثر اغنيه عملت مشاهدات 140 الف مشاهده، كان اكثر كليب معناها اول كليب. راهو شنو هي اول كليب؟ لا في الليل في اللي هبطوا تو من وقتها لتو نحكي من وقتها لتو. لا هو تو شنو هذيك الاغنيه عندها نهارين والاخرى عندها شهر. معاك مش قاعد نحسب راه قاعد تحكي لك تجبد لي على حساب. نجموا نعتبروها معناها من وقتها معناها من 31 اكتوبر 2020 نجمو نعتبرو انطلاقه جديده لسفيان الزايدي، معناها ثم نفس جديد، ثم اسلوب مختلف. صحيح. خرجت نعاود نرجع للكلمه نتاع قبيل الرتابه، معناها ولا قاعد تهرب منها، قاعد تحب تتلوج على روحك في ثنيه اخرى. تحكي على ديجيتال؟ مع الديجيتال ولا الاسلوب الموسيقي الجديد؟ اي هو الاسلوب الموسيقي هو تواصل للتجارب، لانه بديت بالكلاسيكي وبديت بالصوفي وبديت بالنمط التونسي يعني الوتري، بعد بشوية بشوية قاعد من خلال التجارب اللي خذتها قاعد نتطور بيان ايفيدامون، لانه بيد الموسيقى معناها قاعدة تتطور وقاعد الناس اللي تكونسومي في الموسيقى معناها قاعدين الدائرة الموسيقية قاعدة تكبر. انا مش اقول لك حتى في الديجيتال، كنت عندي شين يوتيوب نحكي لك 2010 و2011 و12 كنت نحط في فيديوهات اخرى، كنت نحط في لي باساج راديو لي باساج تيلي دي سيكونس نتاع دي سبيكتاكل ونهبط. من بعد اكتشفت اللي لي شين يوتيوب مش هكايه، معناها فسخت كل شيء وبديت من لو 31 كما قلت انت اكتوبر بديت نكلاسي في الفيترين نتاعي في جديد. بديت خمم انك مثلا تكون موجود اكثر. نعطيك اكزامبل من لي ابليكاسيون تاع اللي طلعوا الاغنيات برشا اللي هو تيك توك. هل حاطوا في الاعتبار؟ حاطوا حاطوا والله زي غاسة ميفي معني بناتي صغار وتسعة سنين أكيد منهم هم تشوف اي بابا ويلك في التيك توك. قلت له شنو هو تيك توك الحكاية ذي؟ ولا ديجا العالي في الانستغرام بسيم خاطرك بتاع كل لحظة وتهبط تصويرة وستوري ديجا ماهيش داخلة في لي زابيتود نتاعي. مي تيك توك سي انكور بيغ معني باش واحد يهبط حاجات ضامرة شوية معني ريالمون. مي قاعد نوظف حتى هكا في ديسين نتاع
سهرية بريفي ولا حاجة هكا ضحك شوية. قاعد جو مادابت بشوية بشوية في التيك توك وفي في السناب شات زيادة. فما حاجات شوف أنا من الأول كي دخلت ديجيتال ديتها بسيت ويب. حكاية عندها 8 سنين قلت أي أول حاجة نعمل سيت ويب. عملت سيت ويب داير تنجم تدخلوا له www.sofianzaidi.com قبل ما ندخل في اللي في اللي بلاتفورم الأخرين. من بعد وقت اللي مع ليكيب ديجيتال قلنا لازمنا نوضحوا الرؤية. أوكي سيت ويب هذاك أوفيسيال خاطر حتى في المهرجانات الدولية كي تبعث ادريس تاع سيت ويب كي باش تبعث وقتها فيسبوك خاطر ما كانش يعتمدوا فيسبوك ولا انستغرام حاجه اوفيسيال. من بشويه بشويه نظمنا وخدمنا توا على حاجات حتى توا لي بلاتفورم اوديو الكل موجود فيهم يعني من سبوتيفاي الانغامي كل معناها الاغاني الكل موجوده حتى اللي مش مصوره بيان ايفيدامون. الاوديو عندي قريب 9 و10 اغاني قاعدين معناها موجودين وفيهم اللي تصور وفيهم اللي قلت لك ديجا اونكور باش نهبطهم ان شاء الله في الفتره ممتاز. في ساعة خطر سي وقتنا وفيه باش نختم معاك بتصريح للدكتور زهير جوجة اللي كان ضيفنا في كورنيش ذكر تحية لي وقال نسلموا عليه وقال اللي المالوف بعيد على الشباب والشباب ما يحسوش. الرأي هذا تشاركوا فيه ولا ما تشاركوا؟ وقال عندك رأي آخر على المالوف والشباب العلاقة بيناتهم؟ لا نخالفوا في حاجة بركة اللي كونه المالوف هي موسيقى تونسية والموسيقى التونسية فيها الأنماط الكل. لكن كيفاش أنا باش نردها أنا ينجمي كونسوميها الشباب هي الأدابتاسيون هذه اللي نحكي لك عليها في التنفيذ الموسيقي باش تكون حاجة قريبة كيما 24 بارفان اللي هو الإكزامبل الإيديال في الحكاية هذه تو سامبلومون. إذا كان نخلقوا منه فرجة ويكون ديناميكي ويكون الحسوس نتاع الموسيقى في المالوف متطورة ينجم يكون كونسومابل. شكرا ليك عايشك سفيان زيدي كنت اليوم حكينا بالكدي على اغنيتك اللي تلقاو على شان يوتيوب 5 سنين تنجموا تشوفوا الكليب غادي. كنشكرك برشا عايش. شرفتني بحضورك.